النهارده هحكي لكم حكايه غاده بطله حلقتنا الليله. غاده مامه ادهم ويوسف، شابين بيلعبوا ووتر بولو. بدات معاهم الرحله من وهم لسه صغيرين وباباهم كان معاهم، ومن سنين رحل الاب وترك لها قياده الدفه لوحدها. يا ترى ايه اللي حصل؟ يا ترى قدرت تتحمل وتربي وتصنع نجوم؟ ده اللي هنعرفه النهارده في حلقتنا من البطوله امهات. بطلتنا النهاردة بطلة من طراز خاص، هنتعرف عليها وهنسمع حكايتها في حلقة جديدة من البطولة أمهات. أهلا بيكي، أنا غادة مامة أدهم ويوسف، لعيبة كرة مية في نادي الأهلي. حابين تحكي لنا عن رحلتك من أول ما بدأت، من أول ما اخترتي الأدهم ويوسف اللعبة لحد النهاردة. احنا ابتدينا رياضة، ابتديت معهم السباحة، هم عندهم 3-4 سنين تقريباً، وما كملتش في السباحة كتير، يعني مجرد ان هم اتقنوا العوم سابوها. وبتجربنا كذا حاجة، لفوا على الكاراتيه وهاندبول، وكان من ضمن الحاجات اللي هي لفتت نظري عشان فيها عدد تمريناتها كتير، وقتها طويل وعدد ايامها طويلة، كانت كرة المية. وانا كنت عايزاهم يلعبوا حاجه يعني تبقى بتاخد وقت طويل في المدارس، كانوا لسه صغيرين. فتعرفت بقى ساعتها على كره الميه، رحت شفت ايه كره الميه دي، هم كانوا بياخدوا الولاد اللي بيلعبوا سباحه، فكانت لعبه فتنسها عالي وبتاخد منهم مجهود ووقت كويس، اللي هو يرضيني انا كلعب رياضه، يعني ما يبقاش حاجه خفيفه في الاسبوع بس. واستمرت رحلتنا بقى مع كره الميه رحله طويله. بعد رحيل الاب الموضوع كان صعب، ودورك بقى اب وام بقى دور مضاعف، الولاد مسؤوليتهم كبيره. احكي لي عن الدور ده وكلميني عن نظرتهم ليكي ايه، وهم شايفينك ازاي، وتقديرهم ليكي كان شكله ايه. يعني كانت رحله طويله برضو، والحمد لله ربنا قدرني ووقف جنبي، بس كانت في الاول صعبه طبعا، كانوا لسه صغيرين وصبيان، عشان كده انا كنت حريصه حقيقه ان هم يلعبوا رياضه. كنت متمسكه جدا بموضوع الرياضه ده جدا، وزقيت جامد وعفرت معاهم علشان يكملوا، لان طبعا الاطفال وعايزين يلعبوا، وفي مدرسه وفي تمارين ومواعيد ومشاوير، فبيجي عليهم وقت بيحصل لهم دروب وبيزهقوا، بيبقوا عايزين يفلفصوا كده من التمرين ده شويه. بس الحقيقه الرياضه ساعدتني كتير، الرياضة ملت وقتهم بحاجة مفيدة جدا، وخلتهم يعني النادي بالنسبة لي الحقيقة لحد ما، طبعا غير العيلة، العيلة الكبيرة كانت سند برضو الحمد لله، بس النادي كان الأب، هو عمل موازنة، كنت أنا الأم والنادي بمدربين بزمايلهم بالالتزام بالتمارين، كانت وزنت الامور، كانت عوضت الفراغ ده شويه. وتفاصيل كتير يعني الحقيقه، تفاصيل كتير يعني. بس انا ادهم محمد السرجاني، لاعب كره ميه في النادي الاهلي، مواليد 2002. انا ابتديت وانا عندي 7 سنين، بس قبلها كنت ابتديت رياضه وانا عندي 4 سنين. لعبت سباحه الاول، بعد كده دخلت الووتر بولو، وابتديت من وانا عندي 7 سنين في النادي الاهلي. اللي خلاني احول من سباحه الووتر بولو ان انا بحب اللعبه الجماعيه وكده، يعني مش حد معين بس يعتبر المدربين من وانا صغير، ويعني واللعب مختلفة، فده أكتر حاجة خلتني أحب اللعب. تمارينها بتكون كتير وصعبة، فهي مشكلتها الوحيدة بس إن هي عايزة حد يكون عنده إصرار وعزيمة إنه يقدر يكمل في اللعبة زيها، لكن غير كده هي لو واحد يقدر يتمرن عدد ساعات كتير وعنده إصرار وبيحب اللعبة هيقدر يكمل فيها عادي. فرقة 2002 فرقة واعدة جدا، فيها عناصر واعدة جدا،
بيتطلب مننا برضو الموضوع، لان خصوصا ان السن كبير بيتطلب مننا نوع من الموائمه مع الحياه العاديه ومع التمرين، لان احنا بيبقى عندنا فترات تمرين صباحيه كل يوم لمده 5 ايام في الاسبوع، بيبقى عندنا فترات مسائيه لمده 6 ايام في الاسبوع، فتقريبا هي 11 وحده تدريبيه في الاسبوع. ده بيتطلب طبعا ان احنا نبقى عندنا مزيج كده من التمرين مع الرياضه مع المذاكره مع الامتحانات، فبنقدر بقى نمشي مع الاولاد خطوه بخطوه، نظبط مواعيد التمرين، مواعيد الدروس، مواعيد السفريات لو في معسكرات او في ماتشات بره القاهره. طبعا بما انها لعبه بتحتاج تركيز عالي قوي، بتحتاج مجهود بدني عالي جدا، فاحنا بنركز مجهودنا قوي في التمرين على ان احنا نبقى بندي جرعه كاملة شاملة في أقل وقت بأقل مجهود، عشان خاطر الولد يعرف يطلع من المية يروح درسه ويروح مدرسته ويروح جامعته. الحقيقة خصوصا فرقة 2002، لأن أنا عندي الأعمار بتتراوح ما بين تالتة إعدادي وأولى ثانوي وتانية ثانوي وتالتة ثانوي وأولى جامعة، فبتبقى فمرحلة عمرية واسعة لأن هي مرحلة ما قبل الدرجة الأولى، فبيبقى عندي أغلبية قطاع الناشئين في النادي. أصعب حاجة في الووتر بولو هي التمارين وعدد التمارين والكثافه التمرينيه، يعني ده اصعب حاجه. والله اهم النصايح ان الرياضي الناجح او البني ادم الناجح ناجح في رياضته، ناجح في دراسته، ومفيش حد بيجيب حاجه على حساب حاجه، في الاخر هم عوامل مكمله لبعض. وانا بشتغل مع اولياء الامور وانا شخصيا عامل كده في حياتي، عندي شغلي، عندي التمرين، ما ينفعش حاجه تيجي على حاجه، لازم انظم وقتي كويس قوي، لازم الساعه تبقى بحساب عشان اقدر اوفق ما بين دراستي وما بين رياضتي. الدور الرئيسي على اني اواظب في الحاجات دي هي والدتي بصراحه، لان انا اوقات كتير بكسل مثلا عن ان اذاكر او اكسل، تجي لي فتره اتعب من التمارين، فهي كانت بتبقى هي الحاجه التشجيع في البيت يعني، بس هي كده كده متعبه، فاوقات كتير ما ببقاش قادر اروح التمارين او المدرسه وكده. مامتي بتهيئني يعني بطرق كتير نفسيه وجسديا برضو في البيت، يعني بغض النظر عن التمارين هي برضو في البيت لازم تهتم بالاكل والنوم وكده، ونفسيا ان هي تشجعنا وتقول لنا نكمل في التمارين ونركز عشان في بطوله وماتشات مهمه وكده. والله ادهم هيبقى جون كويس طبعا، هيبقى جون ربنا يكرمه، هيبقى جون الدرجه الاولى ان شاء الله. المستقبل قدامه واعد، لسه صغير، ما هيتعلم كتير، هياخد خبرات كتير، هيكتسب خبرات في الدراسة وفي الرياضة وفي كل مجالات الحياة من خلال هنا. كلنا متربيين على حمام السباحة في النادي، فكل اللي بنكتسبه دلوقتي هنا سواء رياضيا أو حتى إنسانيا كله بيفيدنا في حياتنا المستقبل. أدهم هيبقى لعيب كويس، هيبقى راجل ناجح في حياته إن شاء الله، طبعا بمجهود وبالتعب وبالتركيز وبالتوفيق ما بين الدراسة والرياضة والحياة الشخصية وكل الحاجات دي. شغل مامتي هي كمهندسة بيديها ساعات فرصة ان هي تذاكر لي بعض المواد العلمية، بس هي مبقاش عندها وقت، بس هي بتحاول تساعدني على كده. يعني مفيش كلمة اقدر اقولها لها بصراحة، لان هي ست، يعني انا والدي متوفي وهي شايلة البيت لوحدها، فهي الصراحة ما ينفعش، مفيش حاجة اقدر كلمة اقولها يعني، بس هي حاجات كتير. طبعا هو دور ولي الامر وبالتحديد الام دور مصر، يعني دور حاسم في الامور كلها، لان كل ما الام تحديدا، لان الاب في العادي بيبقى مشغول بشغله، طول ما الام واقفه في ظهر اولادها وشغاله معاهم في الرياضه وشغاله معاهم في الدراسه، خصوصا لو كان زي مامت ادهم كمان ست عامله، فالموضوع بيتطلب مجهود خرافي. يعني احنا بنتمرن الصبح ساعه ونص، الساعه 5 الفجر بنبقى موجودين او 6، وبعدين نخلص يطلع على المدرسه او على الدرس، وبعدين يخلص يجي هنا الساعه 7 8 بالليل. طبعا ده بيتطلب مجهود خرافي من الام ان هي تقدر ان هي تاخد بالها من مذاكره ابنها، تاخد بالها من تمرين ابنها، تاخد بالها من حاله ابنها سواء اصابه او مش اصابه، او كويس في التمرين او وحش في الدراسه، او مش مركز في حاجه او مركز. لازم تبقى مواكبه معاه، مش احنا مش بنتكلم هنا على ليفل يوم بيوم، احنا بنتكلم على ليفل ساعه بساعه، وحده بوحده، تمرينه بتمرينه. فطبعا مجهود خرافي. طبعا انا بشكر اولياء الامور، كل اولياء الامور، سواء اولياء امور فرقتي او الفرق الاصغر، وطبعا مامت ادهم ليها باع طويل على حمام السباحه، لان هي عندها ادهم وعندها يوسف، فست بصراحه بتبذل مجهود خرافي
كمان مع شغلها، فلا بصراحه مجهود يعني مرأة حديديه. حضرتك واحنا قاعدين قلتي لي انك بتشتغلي مهندسه، ودي مهنه صعبه، ازاي بتقدري توفقي في وقتك ما بين شغلك وما بين تمرينات الولاد؟ الحقيقه اهم حاجه تنظيم الوقت ليا وللولاد، دي كانت نقطه مهمه جدا ان انت تبقى كل حاجه ليها ميعاد، لان ما فيش وقت يعني يصحوا يروحوا المدرسه، انا اروح شغلي يرجعوا يبقى الاكل جاهز، يعني خدت مجهود طبعا، بس الرياضه برضو ساعدت على تنظيم الوقت، علمتهم هم ازاي يعملوا كنترول على مواعيدهم، ما فيش وقت يجي يغير ياكل على طول يرتاح، لانه هيقوم يجري على تمرينه، لو عنده وقت فاضي هيقعد يذاكر، او لو وراه حاجه يعملها يعملها. هم بقوا بالوقت مع الوقت اوتوماتيكلي بقوا منظمين، بقى في روتين في البيت، ده طبعا ساعد كتير وسهل كتير، سهل لي انا كمان ان هم وقتهم بقى متنظم وانا وقتي متنظم، ده ساعدنا كتير ان احنا نعمل كذا حاجه في وقت واحد يعني حقيقه. فاهم حاجه انا شايفه ان هي تنظيم الوقت، والشغل على فكره مش بيعوق انك تعملي اللي وراكي، بالعكس الشغل المواعيد بتنظم لك يومك كله، بتعرفي تعملي كل اللي انت عايزاه، بعد شويه بيبقى روتين كويس. التحكم في الوقت في تمرينات قصه، وفي البطولات ووقت البطولة بيبقى قصة تانية خالص. البطولات دي قصة تانية خالص طبعا، وقت البطولات والماتشات بيبقى ليها أولوية تماما حقيقة، يعني حتى النادي لو في أيام الولاد لازم يغيبوا فيها بيكتب ورق للمدرسة، والمدرسة الحقيقة بتتعاون جدا وبتشجع الولاد، يعني ما بتضايقهمش خالص، ودي كانت حاجة مهمة، إن في ناس ما عندهاش وعي بأهمية الرياضة، لا المدارس بتساعدنا الحقيقة، بتوافق وبتديله وقت يغيب وبيعوضوا له الحاجات اللي فاتته، بس طبعا ايام الماتشات والبطولات دي بتبقى بهدله بقى الحقيقه، بتبقى الاولويه كلها انه ينام وياكل كويس ويروح ماتش، وبيبقى في ساعات سفر بس مش كتير، يعني بنسافر بقى سوا، بتبقى جو لطيف يعني، بتبقى ضغطه كده بس لا بنتفرج كلنا للماتشات دي حقيقه، حتى انا يعني انا ممكن اخد اجازه من شغلي علشان ماتشاتها، بالذات الماتشات المهمه يعني، فهو بتبقى فتره مهمه، فتره مهمه وعايزه تركيز. التحصيل الدراسي، شايفه ان الرياضه كانت عائق بالنسبه لك، ولا كانت عامل مساعد ان هم يبقى تركيزهم اعلى، فهمهم ومخهم اوسع؟ قولي لي تجربتك مع الرياضه في المذاكره ايه. انا ليا وجهه نظر الحقيقه مختلفه شويه، يعني انا شايفه المذاكرة مهمة طبعا وتعليمهم مهم جدا، بس اللي هينجحهم ده رأيي الشخصي الصراحة في حياتهم العملية بعد كده شخصيتهم، وأنا شايفة إن الرياضة بتبني شخصية أكتر بكتير من الدراسة الصراحة يعني، فلازم الاتنين زي بعض أوكي، بس الرياضة مهمة جدا، بتبني شخصيته، بتعلمه يعتمد على نفسه، بتزود ثقته في نفسه، بحيث ان انا اقدر دلوقتي وهو لسه ما كملش دراسته يحتك بالناس بره، يعني 90% من نجاح في الحياه العمليه معتمد على الشخصيه مش على الشهاده صراحه، يعني انا مهندسه وبقول كده ده رايي الحقيقه، فاهم حاجه عندي شخصيه الولد، وهم الحمد لله ماشيين كويس، هم عشان مسؤولين وواثقين في نفسهم ماشيين كويس في الدراسه، وربنا ان شاء الله يوفقهم يعني ويكملوا وينجحوا في حياتهم العملية كلها، مش مهم بقى يشتغلوا ايه صراحة، يعني مش فارقة معايا، بس انا عارفة ان هم هينجحوا ان شاء الله. اسمي يوسف محمد السرجاني، بلعب كره مايه في النادي الاهلي، مواليد 2004. انا اخترت لعبه كره المايه لان انا شفت اخويا كان بيلعبها قبليه فعجبتني اللعبه، فقررت ان انا اقول لمامتي انا عايز العب اللعبه دي. اللعبه هي فيها يعني
هي ميكس ما بين السباحه، لازم يكون الولد لعيب كره المايه يكون كويس قوي في السباحه او يكون مستواه عالي متعلم سباحه كويس، بلس ان هي فيها هاندنج، فيها كره مايه، فيها تاكتكس، فيها خليط الى حد ما قريبه للهاند بول بملعبها بعدد اللعيبه في المتواجده في الملعب، فهي محتاجه مجهود بدني عالي قوي ان انت ازاي تبدا تعمل تمارين دراي لاند بره وتعمل تمارين جوه المايه بحيث ان في الاخر ان انت تعرف تعمل المزيج او الخلطه ما بين التمرين بره وجوه عشان توصل للي انت عايزه في كره المايه. هي لعبه عنيفه محتاجه فيتنس عالي، تستخدم السباحه، ساعات بيبقى في فايتات كتير في المايه، تتضرب وتضرب تتعور، اصاباتها رخمه شويه، تمارينها صعبه، محتاجه سباحه كتير. والله انا فرقتي تحت 16 سنه، احنا دلوقتي بنلعب الدوري الحمد لله، الماتشات ماشيه، لعبنا حوالي 10 ماتشات من الدوري الحمد لله كسبناهم كلهم، ربنا كرمنا. الفكره في السن بتاع 16 او عامه في كره المايه ان تفاوت السنين او المراحل العمريه بيتطلب انا ازاي هتعامل مع اللعيب اللي عنده 12 سنه واللعيب اللي عنده 20 سنه، وازاي هتبدا تتعامل معهم نفسيا او مع اولياء امورهم قبل ما هتعامل معاه كمدرب ولعيب. لازم الاول ان احنا بنحتوي اللعيبه حسب المرحله السنيه، امتى اعرف اتكلم معاه، امتى لا ده تمرين، امتى يبقى اللي انا مطلوب منه ان هو يلتزم بس جوه التمرين او الاداء التدريبي. فهو احنا يعني هو عامل نفسي اكتر ما هو يعني معامله ما بين مدرب ولعيبه، فاهم حضرتك؟ فاحنا بنحاول نظبط ده مع اولياء الامور، طبعا ليهم دور كبير جدا ان هو يعني هو العامل او الدعم الاساسي بالنسبه لنا عشان النجاح يعني بتاعنا في كره المايه. انا لازم ابقى انا قائد دايما، اديهم بوزيتيف انرجي في الماتشات، لما نبقى خسرانين لما نبقى كسبانين ما اديهمش الروح اللي تحسسهم ان احنا راكبين الماتش، ولازم ابقى طبعا مسيطر. كابتن الفريق ما بتختارش باحسن لاعب او اوحش لاعب، تختار على ان انت مسيطر، الناس بالفرقه بتحبك. هنتكلم ازاي امانج التايم بتاعي، ان عندي مدرسه الصبح، عندي تمرين قبل المدرسه، عندي بعد المدرسه في تمرين مسائي، الناس عندها دروس، عندها امتحانات، فأهم حاجة بالنسبة لي إن هو يكون منظم جدوله كويس قوي بحيث إن مفيش حاجة تيجي على حاجة ومفيش حاجة تتعارض مع حاجة، يعني ولا هو يجي على التمرين عشان مستواه الدراسي ولا مستواه الدراسي يقل بسبب التمرين، إحنا عايزين نمسك العصاية من النص ويكون ناجح في كل حاجة، البطل هو إحنا بنعلمهم من البطل، بطل في كل حاجة، بطل في دراسته، بطل في تمرينه، بطل في كل حاجة بيعملها. لو في حاجة مش عاجبة الفرقة بيجوا يقولوا لي تمارين سواء أي حاجة، بروح أقول لها قالوا عادي. كابتن احمد رافض بيبقى متقبل ده، كل مدربين النادي الاهلي بيبقى عادي بالنسبه لهم ان كابتن الفريق معاهم، بيقعدوا يسمعوني واسمعهم لما في حاجه كابتن الفريق عايز يوصلها للعيبه، بيقعد معايا ويكلمني واروح اقولها للعيبه وبيسمعوني. يوسف سرجاني عندي فرقه 2004، هو كابتن الفرقه، يعني من العناصر اللي انا يعني من العناصر الصاعده او البروميسنج قوي اللي انا بتوقع لها ان شاء الله مستقبل كبير جدا في النادي الاهلي، ومن اصغر اللعيبه ان شاء الله اللي هتكون ليها دور ومتواجده في الدرجه الاولى. وهو بواقع ان هو كمان احنا بنختار كابتن فرقه بالتزامه بحبه للتمرين ولفرقته وازاي بيلم الفرقه، فهو ليه دور كبير قوي بالذات يوسف عندي في الفرقه، ان هو بيحتوي الناس وبيعرف يتكلم مع الناس وبيعرف واجباته ايه، وهو بيكون تقريبا هو المساعد، اول مساعد ليا في ازاي ادير فرقتي هو كابتن الفرقه. اصعب بطوله بالنسبه لي السنتين اللي فاتت كانت مع 2003، الفريق اللي اكبر مني مع كابتن ممدوح. البطوله دي في اولها كان مستوانا وحش قوي ولعبنا ماتشات وحشه كتير وتعادلنا ماتشات كتير، بس في الاخر قدرنا نحصل، كان دوري وقدرنا نكسب هليوبلس في الفاينل، لعبناهم وكسبناهم فرق 3 اجوان الحمد لله. ده البطل رقم واحد او زي ما بنقول البطل المجهول، يعني ما بين تنظيم مواعيد دروس، ما بين تنظيم مواعيد تمرين، ما بين تنظيم مواعيد دراسه، مع 3 وجبات، مع ازاي يكون في احسن حالاته، ازاي يكون قادر يركز يعني ويوائم حياته كلها بحيث ان مفيش حاجه تقع منه، هي اللي بتسند في كل حاجه، هي الظهر، هي اللي لازم بنتكلم معاها، هي بتيجي تتكلم معانا، هي الفيدباك بتاعنا في البيت، يعني هي لازم بتيجي تقول لنا اللعيب كذا ده تعبان، ده
لا كويس النهارده. الكلام ده كله بيبقى مهم لينا في المرحله بتاع احنا اخر مرحله، مرحله التمرين دي او مرحله التدريب هي بتبقى اخر مرحله، لكن اليوم كله هو الاوفر يعني اوفرول بتاع اليوم او كل حاجه شغاله في اليوم او عشان نوصل للتمرين في الاخر هو على الام، فهي الدور الاكبر ليها يعني وبنحييها طبعا. اللي انت شايفه انها اضافت لهم بسبب رياضه الووتر بولو نواحي ايجابيه انت سعيده بيها دلوقتي؟ الحقيقه اللعبه دي لعبه جميله جدا، انا شخصيا حبيتها يعني، للاسف ما فيش بنات بيلعبوا كره ميه يعني، بس هي لعبه جميله، والالعاب الجماعيه عموما فيها متعه خاصه. طبعا اللعبه دي ساعدتني مع الولدين، كل واحد فيهم كان يعني مش هقول عيب بس شخصيته بتتكون، فكل واحد شخصيته ماشية في حتة أو في ديفو معين في الشخصية أو في نقطة ضعف. لا طبعا اللعبة دي معرفش بقى هي اللعبة بالذات ولا الرياضة عموما ساعدتهم ان هم يعالجوا نقطة الضعف اللي في الشخصية دي، وانا اعتقد ان اللعبة الجماعية كمان بتساعد على الحكاية دي قوي. وهنا كرة المية في النادي الاهلي اسرة صغيرة مقفول على نفسها كده يعني، في ود وفي حميمية، انا بحس بصراحة ان هم كلهم اهلي يعني، المدربين والبيرنس الاهالي والولاد مع بعض، حتى الفرق المختلفه مع السنين المختلفه من تكرار المكان ووجودهم مع بعض في مكان واحد كل يوم كل يوم كل يوم، بتحس كلهم اخوات في بعض، عيله واحده. اي مشكله بتحصل مع اي ولد فيهم بتلاقي يا زمايله بيتدخلوا، يا مدربينه بيتدخلوا، يا امهات صحابه بيتدخلوا، ابهات طبعا، عيله عيله يعني. بحس النادي احنا هنا عيله بصراحه مع الوقت، وكلهم ناس يعني مترابطين وبيفكروا زي بعض وبيئتهم قريبة من بعض وتفكيرهم قريب من بعض، اهتماماتهم واحدة، فبيساعدوا بعض ان يتخطوا اي مشاكل لأي حد بيجي. والاهالي مش كلها متواجدة طول الوقت، كل واحد بيبقى عنده شغل، انا ببقى قاعدة انا وغيري طبعا، بالنسبة لي كل الولاد اللي في المية ولادي، اي ولد عنده مشكلة عنده اي حاجة، فالجو العام بتاع اللعبة بيساعد، بتاع اللعبة الجماعية عموما بيساعد على انك تستعين باللي حواليك بالجروب كله الوسط بتاع كرة المية في حل مشاكل الولاد. فطبعا في حاجات في ولادي اتحسنت كتير بس مش هقولها ايه عشان هم خلاص عدوها. ايه المواقف الصعبة اللي قابلتك وازاي قدرتي تتغلبي عليها وهم ساعدوكي في ان انت تتغلبي عليها ولا لا؟ المواقف الصعبة طبعا كتير، دول صبيان ولدين، في طبعا مرحلة التمرد واللي عايز يعمل كبير وعايز يبعد عن اللعب الرياضة، مش عاجبهم الانضباط والرابطة، عايز ينطلق بقى سنه، فطبعا دي حاجة فترة قابلتني مع ابني الكبير شوية، بس يعني استعنت بالمدربين بالمقربين له اللي هو بيحبهم وشايفهم قدوة يتكلموا معاه انه يركز في تمرينه اكتر. ادهم كمان كان ليا معاه موقف كده ان هو ما اتخذش فريق في الاول مع اول تقييم، وكانت رحلة كده مؤلمة شوية بالنسبة لي، ان انا اهم حاجة عندي صراحة ان هم يكونوا مبسوطين وناجحين. ادهم ما كانش صبور، كان شخصيته مش صبورة، بس الحقيقه الموقف ده علمه الصبر، فضلنا دخلنا نادي تاني وفضلنا نلعب ونتمرن ونعلي مستواه، وكررنا تقييمه تاني كجول كيبر في النادي الاهلي، والاداره شافته يعني مناسب او واعد، كان لسه في مؤهلات ينفع. فلما جه النادي برده ما كانش في الاول ظاهر قوي، كانوا زمايله سابقينه بشويه، بس هو كان عنده اصرار رهيب وتحدي ان هو يتمرن ويعلي مستواه ويتحسن، ومستمر يعني لسه بيسابر عشان يثبت نفسه اكتر واكتر. وانا اعتقد ان ادهم اتعلم من التجربه دي الصبر، و
برضو شويه تراخي بقى في الدراسه وشويه حاجات كده اللي هي بتقابلها اي ام مع الصبيان بالذات مع الولاد في دخول سن المراهقه. بس الحقيقه الولاد كانوا بيساعدوني بحاجه واحده بس، هم بيخافوا على زعلي، ودي اهم حاجه الحقيقه، هم ما بيحبوش يشوفوني زعلانه، فكانوا يعني بنشد ونرخي مع بعض كده لحد ما نوصل للنتيجه المريحه للطرفين. يعني التغذية طبعا مهمة جدا جدا جدا، الولاد بيبذلوا مجهود غير طبيعي، وفعلا لعبة المية كرة المية فعلا حقيقي محتاجة فتنس عالي، تمرينتها قوية، من الألعاب المعروفة إن هي تمرينتها جامدة يعني، ومع الصحيان بدري والمدرسة والسهر في التمرين احنا ما بيلحقوش يناموا، بيحصل دروب في الأكل، لازم طبعا أبقى مركزة في أكلهم شوية. وحقيقة ما كبروا حبة سبتهم بقى خلاص، أنا عمري وهم أطفال ما كنت بتحايل في أكل ولا حاجة، كانوا بياكلوا لوحدهم لحد ما ابتدى ولد فيهم يضعف شوية، بيبان قوي قوي قلة الأكل، بتبان في ساعتها بتلاقيه ضعف وبتأثر في تمرينه، ممكن مدربينه يشتكوا منه، هو بيبقى مناعته بتضعف لدرجه. انا كان عندي تجربه مع يوسف قريبه، لفيت تحاليل وجريت شمال ويمين، انيميا مش انيميا، طلع كل الموضوع ان هو بس مش مركز في اكله، بياكلش بروتين كفايه، البروتين مهم جدا جدا جدا، اللي بيحصل عضلاته بتتحرق على الفاضي من غير غذاء يعني. طبعا لا طبعا التغذيه مهمه والبروتين مهم، وهم بينسوا نفسهم الصراحه وبيكبروا، بس انا بحاول ابقى واقفه فوق راسهم اكتر ما كنت واقفه فوق راسهم وهم اطفال الحقيقه في موضوع الاكل ده بالذات. ايه الرساله اللي بتوجهيها لكل ام علشان تكون ام بطله زيك؟ انا مش شايفه نفسي ام بطله الحقيقه، انا شايفه نفسي ام عندها حلم، حلمي اشوف ولادي مبسوطين، اي حاجه بعملها ان انا اشوفهم مبسوطين وناجحين طبعا، بس اهم حاجه انا اللي انا قلته ان انا رؤيتي الخاصه تاني ان الرياضه مهمه جدا للبنات والولاد، لان هي بتساعده في بناء شخصيته اكسبيرينس، يعني هو طول ما هو بيتمرن وبيروح وبيجي بيحتك بخبرات وفي ناس وبتجارب وبيقع وبيقوم ونفسيا ومشاكل، كل ده من خلالها الحقيقه انا بعلمه يواجه المشاكل اللي هتقابله بعد كده في شغله في حياته العمليه في جوازه، ازاي يتعامل مع الناس. لو هو الموضوع محصور على الدراسه بس، الحقيقه انا شايفه انه مش هيتعلم حاجه، فبحس الرياضه دي حياه طويله عريضه بيمر فيها بحاجات كتير جدا، مش بس صحته وجسمه وشخصيته، بتساعد الولد انه يتعلم حاجات كتير قوي في سن صغير. انا مقتنعه بكده الحقيقه، وشايفه ان ده مهم يعني لكل الاطفال الصغيرين. ميرسي ليكي يا استاذه غاده، كنا سعداء بيكي وشرفتينا. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، وانتظرونا في حلقه جديده من البطوله امهات.